çak bir kibrit rolunu ver, ver ateşe. Omuzun da hayatın yükü, yüzünü dön, dön güneşe. Güneşe bir el ateş ettik, bilmedik, kendimize yönettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Eski neşe, bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe, bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sende. Yanımda kalmadın mı? Öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sende. أهلين عمي. شو صار معك؟ المصاري صارت بالبنك؟ هدول اثنين ساتن عم يحوموا مثل المجانين. ايه عمي لا تقلق، أخي أحمد راح على البنك لحتى يحط المصاري، خلص فيك تتركهم يروحوا. تمام، يعني ما عاد يقدروا يسحبوها ما هيك؟ لا لا، اللي لاسوا فكرة اقتنعوا وما عاد يساعدوهم بشي بقى. تمام، معناها أنا هلا راح أتركهم يروحوا. عمي شكرا كثير لك على كل شيء. العفو ولا يهمك، الله معك. سمعتوا؟ المصاري خلاص انحطوا بالبنك، ما فيكن تسحبوها، قرب شوي راح فكن. ها وهلا بفكن لانه المصاري صارت بامان. ليك ولا اسمعني منيح انت وياه، لا بقى تركضوا ورا المصاري احسن لكم. ها لك شو هالحكي يا ابي، معقول نحن نركض ورا المصاري؟ خلاص لا ترد جواب ولا. بس يا زهني ابنك مو غلطان ومعه حق، يعني انا شخصيا ما بقبل انه حدا يقول عني اني زلمه برقد ورا المصاري، لانه انا ما بعمل هيك شيء. اخ بحكي لك كلمه. طبعا هيك يا عمي، اساسا من هلا ورايح ما عاد نركض ورا المصاري، المصاري هي اللي رح تركض ورانا. عن جد؟ يلا نقوم، يلا خلينا نقوم، خلينا نمشي، يلا يلا. يستموا بابا على السندويش. ما في داعي تركضوا، ما في داعي تركضوا، تعال تعال. هرب هرب بسرعه. مو معقولين. مو بالصالون بابا. وين بابا؟ تحسين لك بابا. وين بدهم يكونوا راحوا؟ بالحارة ما في حدا كمان. عمي وين كنت كل هذا الوقت؟ قل لي أبي وينه هلا؟ شو بيعرفني؟ أنا تركتهم يمشوا. أنتوا ما حطيتوا المصاري بالبنك؟ هيك قالت لي لميس. وين تركتهم يروحوا؟ ما بعرف. ليش خير شو صاير؟ هن سرقوا المصاري. كيف سرقوها؟ معقول هذا الشيء؟ أنا كنت فوق رأسهم طول الوقت. مع هيك هن سرقوها. بروستار بروستار، أنا بصير معي هيك كمان مثله. لأنكم كبرتوا. يلا قوم قوم. لوين بدنا نجيب المصاري؟ قول انت كيف عرفت انهم مخبينهم هون؟ لك انا خبره يا واطي، يعني معقول تمر علي هيك قصه؟ ليك روح لهنيك وجيب لي شريطه مشان نحطها بقلب الكيس بسرعه. ليك تمام هيك، استعجل لك شوي قبل ما يجي حدا. لك انتو شو عم تعملوا عنكم؟ كل اللي غبطوا عنكم دقيقتين، انتو هربتوا؟ كنا بردارين قلنا لحالنا نتدفى شوي. يعني يلا من هون، يلا رجعوا لمكانكم، يلا امشوا، امشوا قدامي. لك اخي نحن جايين، يعني ليش انت واقف فوق راسنا مثل الدبانه هيك على طول؟ يلا امشي تحسين امشي. وإله عين يحكي والله. امشوا قدامي يلا لشوف.
وين تبعوا؟ يلا يلا ليكنا رايحين أبي. فكرت إنه هن كان بس بدهم يتدفوا، معناها سرقوا المصاري وهربوا من بعدها. ما هي ايه عمي، أخدوهن وهربوا. يخرب بيتهم شو خبيثين، كيف قدروا يسرقوا المصاري؟ مو طبيعيين هدول أبدا، يعني مخبين المصاري بأواعيهن، لهيك كان جسمهن عم يحكهن. أكيد صار جسمي كله يحكني من ورا المصاري. أنا استنى لأشوف وين حطيت كمان. ايه خلصنا. يا عيني. يلا امشي معي. يلا نحن رايحين. وهلا شراكتنا خلصت موفق. نحن طريقنا بينتهي هون، وما حدا رح يمد ايده على حصاد التاني. إيه لولا هالطباع اللي عندي بالبيت ما كنت قدرت اخذ ولا ليره مني، بس يلا مو مشكله، حظك قوي. انت كمان حظك قوي. سلام. بابا 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 انت هون؟ لا 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 يا الله، زدت هون زدت هون. شوف شو رح اعمل فيك. كيف قدروا يلاقونا بهي السرعه؟ هلا بشوف يا حيوان رح اعرفك يا حشيش. بابا ليش هيك عملت؟ قل لي وين المصاري؟ ان شاء الله طالعها. وين المصاري؟ مصاري هي انا مصاري شباك. هات مصاري. طيب بما انك سرقت المصاري في ليش جاي لهون؟ ليش ما اخذتها وهربت؟ قول مو معقول. يا مصاري ما معنا شيء نحن. عم يطلع المصاري هلا. لا انت جنيت على اخر. انتوا لسه عم تاخذوا وتعطوا معنا؟ لك وين المصاري؟ طلعوا ولا شوف. لك وين المصاري؟ شو صار لك؟ ما معنا شيء يا ابي. وين هون؟ لك ما معنا شيء، ما خبينا شيء. الا بدي لبسك يا الله دخيلك. شبات بعرضك. روح روح روح. عبي المصاري راح. المصاري ما معنا تحسين، مو هيك كنت عم بتقول؟ ابي بترشاد طالع. عمي حال مصاري عم يحرقوها ليتدفوا عليها. شوف شوف مصاري 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 لحول قبل ما يحرقوا. شو عملتوا بالمصاري؟ شو عملتوا؟ يخرب بيت خلوني اتركوا. يخرب بيت خلوني. يا بابا بابا هات المصاري. بابا رجعك بابا وحبيبي. يا بابا شو انا عامل لك يا الله؟ ليش هيك المصاري راحوا مني يا الله؟ دخيلك ميز ميز يا الله. المصاري دكتور سامح، أنا عم بستناه بغرفته من فترة طويلة، عنده عملية أو شي يعني؟ لا هو فات آخر الشي لعند الدكتورة نسرين ولهلا ما رجع. شو بدك يعني قلك؟ حابب إني ساعدك بس مالي قدران إنه أعمل أي شي أبداً، الوضع كتير معقد، وشو ما قلت رح يكون كله على الفاضي. ليش شو صار قول؟ يا مرتضى، بالفترة الأخيرة لميس عم تتصرف وكأني واحد غريب عنا تماماً، فهمت؟ كأني مو من العيلة. أنا بعرف إنه الموضوع سخيف بس إخواتها هنن عيلتها وبس. بالفترة الأخيرة صرت حس إني عم أفرض حالي عليهم فرض لحتى يتقبلوني. شو عم تقول بدر؟ مو معقول يا زلمة، أساساً لميس بتحبك وما فيها بلا. لا عن جد؟ ما لازم تثبت لي هذا الشي طيب؟ آه؟ مرتضى بتعرف كمان إني صرت حاسس حالي صهر بيت؟ 100 مرة قلت لها يكون إلنا حياتنا الخاصة، هي كرمال إخواتها ما بدها تترك البيت أبداً. عم حس حالي زيادة عدد بهالبيت. الزواج كتير صعب، أنا ما توقعته يكون هيك بالبداية، بس مع الوقت لازم أتقبل هالوضع. لك أنا زلمة طايل شو دخلت حالي بالارتباط وبعدها الزواج وتأسيس عائلة، بس هذا الشي مانو سهل أبداً، مو هيك؟ وأنا لازم أني أتقبله لو مهما كان، مو صح؟ الزواج كتير صعب، أنا ما توقعته يكون هيك بالبداية، بس مع الوقت لازم أتقبل هالوضع. لك أنا زلمة طايل شو دخلت حالي بالارتباط وبعدها الزواج وتأسيس عائلة، بس هذا الشي مانو سهل أبداً، مو هيك؟ وأنا لازم أني أتقبله لو مهما كان، مو صح؟ أنت عم تبالغ كتير. ليش أنت ما بتحبها للميس؟ طبعاً أنا بحبها. شو هالحكي اللي عم بتقوله يا رجل؟ بدي نكبر سوا ونربي أولادنا سوا، ما بدي أي شيء تاني. تمام، لكان وين المشكلة؟ إذا هيك ليش مهتم لقصة العيلة تبعها وعم تضايق حالك كتير؟
في 100 هم فوق راسها للمخلوقة، كيف بدها تواجههم إذا ما كنت معاها؟ آه؟ حضرتك آخذ موقف بدل ما تكون جنبها معقول؟ أنا موقف آخده أنا، مو آخذ موقف ولا شيء، بس الزواج بشكل عام صعب، أنا هيك عم أقول. طبعاً الزواج صعب وهي هي لزته يا أخي، يعني شيلنا من هالقصة هلأ وقلي شو أعمل؟ لاقي لي حل يريحني، أنا ما بدي أتخلى عن هالزواج ولا بدي انخرب بيتي أبداً. أنا مقدر هذا الشيء بس مالي عرفان شو بدي أقول لك، وأنت مالك طبيعي مرتضى، رحت خبرتها مثل المجنون كمان. بعد الزواج وتأسيس عائلة، بس هذا الشيء صعب كتير مو هيك؟ وأنا لازم أني أتقبله لو شو ما صار، مو صح؟ عم تلوموني وكل الحق عليكم، أنتوا ليش لحقتوني؟ يلا قولي ليش لحقتوني؟ لسه لك عيش يا كفوة ما عملت عائلتك. شو بدك تقولي؟ شو بدك تقولي؟ بعد عني حسنوني المصاري ما بيطلعك تحكي ولا كلمة. بس السبب بابو حق بابا، أنت السبب بكل شي صار معنا. بس هني أنا مالي على عزيزي مصاري ومنا صدق اللي بالعمل يا أبرك قرب لهون. ليش هيك عم تضربني؟ خرجة والله في شيء كيف خلعنا برافو عليك مصاري من أولادك وانت كمان يا حالي على عنده الحقدوني عمي بابا تحري تفاق السبب انا ما عم تصير يا ابي استاهل عمي عمي شو صارك بابا شفتوا عم تزهني شو حمار عمك ربط 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 بابا انا صغير كبير يا حلش بقى خلاص بقى بكفي طبيعي ما بدك تطفش منك شوفي شو الموضوع اختي بابا وتحسين حرقوا المصاري كيف تماماً هذا اللي صار هلأ تحولت مصارينا وقدام عيوننا واحترقوا لرمال مو على أساس كنتوا رايحين تحطوهم بالبنك؟ اختي نحن ما دخلنا بابا اللي طلع سارق المصاري ومعبي الكيس ورق جرايد كمان كيف يعني؟ أحمد ما حدا بيعرف مكان المصاري غير أنا وياك مصبوط وأكيد مو أنا اللي خبرتهم عن مكانهم بيكون شم ريحتهم شو بيعرفني المهم لقاهم شو مفكرين إنه حيالكم مرقت علي من زمان تعرفوا شو صار؟ أنا كنت واقف قدام الطاولة وشفت إنه في شحوار نازل من المدخنة على الطاولة دققت فيه ولحقته فحسيت إنه في شيء مو طبيعي فقلت أكيد أكيد خبوا المصاري بالمدخنة وبعدين إجيت على البيت ودورت ولقيت المصاري هون أنا وهذا الغبي وحطينا بدالهم جرايد لك لك أنت وكلكم على بعضكم ما بتطلعوا نقطة بحر دهاء وذكاء لفكري يا ريتك تستخدم ذكائك بشيء مفيد يعني رجعنا مثل الأول؟ البركة باللي كان السبب رجعنا فقرة بابا إن شاء الله تكون ارتحت هلأ لك شلون ارتحت؟ شلون بدي ارتاح؟ أصلاً ما عم نقدر نحتفظ بالمصاري لأنك ما بتحبيها أنا سبب آخر شيء شايفة أختي؟ فوق ما سرقون بدون يطالعوا حالهم براءة ايه يا حرام ماله زنبوه سرقت شو؟ لك قلي من أمتى كانت المصاري اللي مناخدها من العيلة سرقة أصلاً بالأصل هدول المصاري مصاري بساطي نعم شو ممكن قليلي الأصل لك أنا اللي فيني كل مرة بجينا فيها مصاري سرقة منهم وأنا بورطة بالأخير كل يوم تعملوا شو مصاري مصاري اللي هم أولادها ضلع فيني اللي شو عموني بحالي ما بفكر غير بالمصاري ما بحالي شو مصاري اللي عموني على أصلي اللي بس. لا تزعلي يا عمري مرتضى خبرك مو هيك هيك لو بتشوفي حالته هلا قديش متضايق والله انا صريح بتعرفني رح كرس بقيه عمري لخليت ولاي تسامحني إيه؟ حلال عليك على القليله انت بتعرف شو اللي بدك اياه مو مثلي وانت بتعرف شو بدك كمان ليك بدر اسمع مني اليوم روح رجع على البيت هلا وخود لميس واطلعوا لشي مكان يعني لازم تخصصوا وقت إلكن سوا طيب جرب في 100 واحد يديروا بالهم على الاولاد شو راح يصير عليهم ما تخربوا علاقتكم مشان شغلات تافهه لك ليك شوف حالتي شوف شو عملت بحالي ما تدخلوا حالكم بهالقصص هي شو هالحكي تبعك بعرف اني ما راح استفاد شيء هلا بروح بحط 1000 خطه مشان نطلع نغير جو وهي بالنهايه مو فارقه مع اي شيء انا صرت حافظه بصم انسى الموضوع ما راح استفاد شيء منه انسى ايه بعرف بعرف بس اكيد هلا بتكون ندمت على كل شيء حكيته صدقني والله جد انت اعملي اللي عليك واذا قبلت بتغيروا جو مو خسران شيء مثل ما بدك خلص لا تاكل هم رح جرب يلا انت رجع على البيت وارتاح حاجتك يلا ماشي
رايح. الله معك. سامح. نعم. أنا كنت جاي لعندك هلأ، رايح بكرة عبورصة مو هيك؟ ليش دكتور؟ عم بيقولوا في ندوة هنيك، بعتوا إيميلات للكل، ما وصلك شي؟ بصراحة ما شفته، شكلي ما انتبهت، لا تواخذني. وإذا هيك بدي أطلب منك تعفيني، يعني لأنه الوضع بالعيلة كتير مكركب هالكام يوم، حتى إذا بصح لي أخذ إجازة لحتى أقضي وقت مع مرتي، بصراحة ما رح أقصر. مثل ما بدك. طبعاً باعتبار مرتك حامل فما فيني إجبرك تروح على المؤتمر، بعرف إنه النسوان بيكونوا حساسات بهي الفترة. بس ليك مرهو، خد كتب المؤتمر من نسرين، ضروري، في شخصيات كتير مهمة مشاركة فيه، وحاول تتابع الجلسات المنقولة لأنه أكيد في شغلات مهمة وممكن تفيدها. طبعاً لا تقلق. إيه؟ لك أنا بشوفك بعدين. يعطيك العافية دكتور. عطلة سعيدة. سلام. سلام. باي. باي. الله معك. تمام. شو قالت له هاي؟ قالت لي انه بدها تطلق منه. حاجه بقى. تعرف انا كنت كتير احسدهم اوقات، انهم بحبوا بعض بطريقه راقيه، عن جد كانوا كتير لابقين لبعضهم. اذا هنن هيك صار معه شو ممكن يصير معنا نحن؟ لميس ما تفكري بهالقصص هلا، ما في اي مشكله بعلاقتكم. والله هيك بتشوف. ليش؟ شو في لميس؟ بدر كان عم يحكي مع نسرين عن علاقتنا هي، كان عم بيقلها انه هو ما بيصلح يكون أب، يعني ما له مبسوط معنا احمد. لا اختي بتكوني فهمتي غلط، بس بتعرفي المشاكل والمصاري ومسؤوليه الاولاد بيكون متضايق يعني. بس هي هي حياتنا يا احمد، واذا من هلا بلش يتضايق على القليلة يروح يفش خلقه لمرتضى مثلا، أو لعزيزة، أو حتى يروح يحكي لجميل. معلش مو يروح يفضحنا قدام اللي بيسوى واللي ما بيسوى. في حدا بيشتكي من مرته لحبيبته القديمة؟ مو عيب يتصرف في هذا الأسلوب يعني؟ خلاص أختي، لا تضلك تعيدي وتفتقي نفس الحكي. حطي لزوجك قدامك وحكي بكل وضوح، قلي له كل القصة وشوفي وقتها شو بيقلك. بس بدك رأيي، الحق مع بدر كمان. بحكي ما عندي مشكلة، بس بعرف شو رح يصير، أكيد رح يتملص من الموضوع ويغيره. خلاص لميس، حاجة زميل للرجال، حاكيه ونشوف شو بيصير. طيب ماشي، أنا بحاكي اليوم المساء. تمام. بس بتشوف كيف رح يطلع لي بشي جديد، بس مشان يغير الموضوع بتشوف. هلا إذا صار هيك وقتها شو صاير برا؟ لك أنا مريض، ما عرفني أعمل لك تكري. لك أنت اللي سرقته. يا الله لا يوفقك. لك شو صار؟ لك روح عني. خلاص شوفي عمي، خلص اتركه بقى، رح تقضي. أنا ما قلتك. ولك اتركه. فيكو بعد عني. خلص بعد عني. شو بدي أقضي؟ أنت قتلتني أفرحونك. خلص بس بعد عني. هابي جدعني. قومي. تعالي إليم، تعالي. خليه يدفو لأنه بيستاهل. عمي خلصنا بقى، خلصنا. لك يخرب بيتك شو لئيم أنت. يا الله. شو صاير؟ راحت المصاري وما وقفتوا مشاكل؟ أنا شو دخلني لميس؟ كله من هذا المعتوه هجم علي مثل التور. راس حيوان، كله بسببه. بابا أنت اللي روحت علينا البيت والمدرسة وكل شيء، ولسه عم تتخانق مع عمي كمان. لك يا حمار، مين اللي بلش بالأول؟ ما بسببه هو احترقت المصاري، حاش تلوموني على كل شيء. بالله جد كنت فكر بهالشيء قبل ما تسرقون. احنا ما عاد نثق فيك بنوب، بتضل تستغلنا لتعمل اللي بدك اياه. ايه مزبوط. انا يلا ولا روحوا. شرف، ليش بتضل عم تضغط على الاولاد بابا؟ طيب انا شو دخلني بهي كمان؟ ما ضغطت على الاولاد ولا شيء، هن كان بدهم المصاري اصلا. انت السبب بكل شيء يا سنجاب الختيور، انا ما عاد بدي اياك ببيتي. يلا نقلع، نقلع من هون. يلا نقلع، نقلع، ما عاد بدي اياك. يلا نقلع. لشو عن جد بكفي انك انت اللي خليتنا بين الزباله طول الوقت. والله جسمي عم يحكني وانا جسمي كله عم بيحكني. طبعا حاططهم بتيابك اكيد رح انتوا مكانكم الطبيعي بالزباله. يا حقير قليل التربايه، يا ريتني ما رحت على الحمام وضليت حارسكم. بس اسمعني منيح، لك فكري، ماني طالع من هذا البيت، راح اضل فوق قلبك هون. ماشي بكره بنشوف. هاي قاعده. هلا نحن رجعنا مثل ما كنا، على الاقل كان ممكن نضمن المدرسه، بس هلا حتى هي راحت. لا تقلقي اختنا لميس، الا ما تلاقي حل لهالمساله وهي ما بتتركنا. عن جد فكرت نحن محظوظين فيها، بس انا ما عاد احكي مع بابا ابدا، وانت اللي عاد تحكي معه.
لو مهما حكى معنا ما عاد نساعده بشي، مفهوم؟ وأنا هيك رأيي، من اليوم ورايح منضل مع عمي ومنغيظه. يا حمار قلت لك ألف مرة شغل عقلك شوي، شغله نحن لازم نلاقي طريقة لنخلص من أبوك، والله راح يضل يخرب لنا كل خططنا يكون بعلمك. يعني ما عم يخطر شي ببالي، الموضوع مو بهالسهولة هي. والله بعرف. ليك خلينا نبعث خبر لأمك نقلها أي شي، بلكي بتجي بتاخده. فكر بطريقة نصلح العلاقة بيناتهم. يلا حك اللي هون. لا يا عم فكر شغلة هيك، إذا اتصلت فيها وجبت لها سيرة بابا رح تسكر التليفون بوشي. شو رأيك نصلت الأولاد عليه عمي؟ ايه والله مزبوط اللي عم بتقوله. وقف، تعرف شو اللي بدنا نعمله؟ أحسن شي هذا الحل، حتى لو بدنا نخليه يجرب ويأمل، وهيك بتنتزع علاقته بالأولاد وبنقدر نقلعه برات البيت. يلا يلا تحرك تعا معي. شو كنتوا عم تعملوا بالحمام سوا؟ لشو كنتوا عم تخططوا انت وياه؟ يا الله دخيلك، كان عم بيحك لي ظهري بس، وانت التانية ضروري تتدخلي بكل شيء. شو ناويين هالمرة؟ لوين رايحين؟ شو ناويين يعني؟ حاجة تشكي فينا مشان الله. عمي شوف هي منيحة؟ فرجيني. ليك ايه تمام، ايه منيحة هيك، اسحبها شوي لقدام، بس دير بالك لازم يكونوا كلياتهم صف واحد. ماشي. انت شو عم تعمل له لابني ولا؟ نحن ما عاد بدنا نحكي معك بابا، بدنا نضل مع عمي من اليوم ورايح. عمي عم يعلمنا كيف نعمل مسابح مشان نبيعها بحفل المدرسة الخيري. حلو كتير. مسبحة؟ لكن عم يعلمكن البابا نيالكن. شو كان صار لو بزماناتك علمتني شي شغلة؟ ما كنت تعلمت لي شي مصلحة؟ لو كنت بني آدم كنت علمتك وكنت فهمتك. خلاص بقى، يلا يلا زهني اترك من ايدك واطلع. يلا يلا نقلع نقلع، روح بدي احكي مع اولادي على انفراد شوي. يلا. ما في شي نحكي فيه بابا، اصلا انا وليلاس قررنا ما عاد نساعدك بشي، وكمان ما عاد نسمح لك تستغلنا بعد اليوم. لا شو هالحكي انت وياه وليه؟ لا عاد تجرب، راحت عليك يا استاذ. نصيحه اترك هالولاد بحالهم. يلا لشوف. يلا. ولك انتو عم تفضلوا سنجاب ختيار على ابوكن؟ ما عاد في براسكن عقل يعني؟ راحت عليك، قلت لك انت خسرت كل ولادك. بوس ايدي وترجاني حتى ارجع لك اياهم. طيب انا فضل لميس. اضرب بشكلك. لميس تعي شوفي هالشوفه، تفاهمي مع عمك، احذري شو عم يعمل جوا، جامع الاولاد جنبه وعم يعلمهم يعملوا مسابح مشان يبيعوهم ويطلعوا مصروفهم. كيف؟ لا يا بنتي مو صحيح هذا الحكي، هذا عم يتبلاني. لا مو هيك القصه، دخيلك يا الله. عمي عم يساعدنا مشان السوق الخيري اللي بمدرستنا. ها. وبابا فكري عم يحكي هيك لانه متضايق، لانه ما عاد بدنا نساعده بخططه. ليك بابا حل عن الاولاد، حاج تورطهم معك. يلا على اماكنكم. يلا. لمامه وفساده. شو يعني لمامه؟ لك شو اجدب انت قول. نمامي نمامي، على الأقل احكي مثل العالم والخلق. انت اللي نمام ونقال حكي. ايه مظبوط، واحد مثلك نمام ونقال حكي مو انا. فكرة بتشوفه بسيطة. يلا فوت سنجوب الناس. طمان بابا، عمي بيحل لنا كل مشاكلنا. مساء الخير يا جماعة. ها ما كان ناقصنا غيرك انت، تعود على راسي ودندر رجليك. ما تقلق عمي، بعرف انه ما عاد وسعنا البيت، حنلاقي بيت اكبر وننقل عليه باسرع وقت ولا يهمك. ما عاد فينا ننتقل اخي بدر، لانه بابا حرق المصاري كلها. كيف؟ هذا اللي صار بدر. بدر هاي هي عائلتي، ما بيقدروا يكونوا ابدا. الصراحه صحيح نحن مزعجين بس هذا هو الواقع. تعال بدر عود، اكيد جوعان، تعال كلك لمتين. هي مانا هالمشكله العظيمه. لا تقلقوا يا جماعه، معنا مصاري بجميع الأحوال، رح ننقل على بيت تاني. والله ما بظن يا أخي بدر. ليش؟ أختي قالت ما فينا ننتقل. ايه طبعاً ما فينا ننتقل حتى يتحسن وضعي وبعدين منشوف. انتي ليش شو وضعك؟ لميس لو سمحتي تعالي خلينا نحكي كلمتين، معلش تيجي معي على الغرفة ناطرك. يلا لميس يلا روح. يلا مثل ما وعدتيني، ها حاكي بكل صراحة، ما تخلي شي بقلبك، بكفي انك بلشتي فيه من اول ما اجا. تمام، هي اذا ما غير الموضوع وتهرب. دعي لشوف. عدي عدي هون. ليكي انا بعرف انك
متضايقة ومعصبة ومتوترة، هذا الشيء طبيعي بسبب هرمونات الحمل. أنا بتفهمك ومقدر الوضع، عادي ما أنا مشكلة، بس وصلنا لمرحلة ما عاد قدرنا فيها نحكي مع بعض. هذا عذر لتفضح مشاكلك للغربة؟ شو قصدك بهالحكي حبيبتي؟ على كل حال أنا اشتريت تذكرتين ليكم وأخذت إجازة من المشفى بكرة. يلا تعالي خلينا نروح لشي مكان لحالنا بدون أي حدا، نحن بحاجة لحتى نغير جو شوي، لازم نضل فترة لحالنا صدقيني لميس. مثل ما توقعت تماما، نفسي شي مرة واحدة، بس مرة واحدة لا تهرب من مواجهة المشاكل. شوفي من شو عم أهرب يا عمري؟ فوق ما أنا عم حاول حل مشكلتنا يا لميس. حل مشكلتنا مو هيك؟ ايه طبعا عم حاول. لشو هدول التذاكر لكان؟ عم قلك تعالي خلينا نروح نغير جو، ليك هي الإجازة رح تفيدنا نحن الاثنين. والله يا بدر أنا ما رح أستفيد شيء إذا رحت وتركت عائلتي لحالة، تمام؟ إذا مليت فيك تروح لحالك، وعزيزة طالعة بكرة من المشفى ما فيني روح لمكان. استني شوي حبيبتي اسمعيني بس، عزيزة في عندها حماتها وخطيبة كمان ماشي، وأحمد بيهتم بالولاد، ما رح يصير عليهم شيء، ما تخلقي حجج لميس. الحجج اللي عم تحكي عليها هاي حياتي ماشي بدر، ما بقدر أترك كل شيء وراي واهتم فيك بس أنت لحالك. مفكرتيني واحد بتتسلي معه وقت ما يكون عندك مشاكل بعيلتك؟ حلو كتير، شكرا عن جد شكرا لميس. مين قال هالحكي هلا؟ انت عم تقولي. لا بس قلت لك اذا مليت فيك تروح تغير جو، ما حدا ماسكك. يا الله دخيلك، يعني بركي ما بتعود بتحكي عن مشاكلنا العائليه للي بيسوى واللي ما بيسوى. شو قصدك؟ مو انت اللي بعتيني عن عيلتك؟ ما عم افهم عليكي. بس للاسف ما قدرت ما خليك تمل منهم، روح لقلك بنت تكون وحيده. ايه مثل ما بدك، هو هيك. برافو عليك. ايه تكرمي. وخدها معك بالاجازه. مثل ما بدك. لا بقلك تروحي إجازات، كتير لا بقلك. ناقص يجي يأكل كمان. أنا طالع ما بدي أكل. على أساس بعيان أكل يعني؟ شوفي لك بنتي بدر من شو مزعوج؟ أكيد بيكون مزعوج منك، شي طبيعي، من وقت ما أجيت لعنا خربت لنا بيتنا وفوق كل هذا لعبت بعقل أولادي، كم مرة بدي لك حل عنا؟ يا الله. أنا ما قلت لك؟ قلت لك رح تحكي بطريقة بشعة كتير، سخفت الموضوع وحكت كلام بلا طعمة ونزعت لي فرحتي، وطبعا ما لها طفلة لحتى أمسكها من إيدها وأخذها غصب عنها. لا أخي، تعرف شو؟ أنا من الأول ما كان لازم رد عليك، بس الحق علي، رديت عليك وشوف النتيجة، ما لازم اسمع كلامك بيوم. يعني هلأ صار كل الحق علي أنا؟ وبعدين مشان عزيزة هاي خطيبة موجود معها وبيعتني فيها، لميس ليش كتير حاملة همها؟ أنا قلت لها نفس الشيء، قلت لها هذا الحكي، بس ما بعرف شو صار لعقلاتها. صار مثل ما توقعت بالضبط أحمد، هو راح اشترى تذاكر مشان نروح بإجازة وحاول يتهرب وحول الموضوع كله على الإجازة. هاي فكرة كتير حلوة، أنا بضل عند الأولاد روحي. شبك أحمد؟ يعني أنا شو بدي بهي الإجازة إذا نحن مالنا قدرانين نتفهم مع بعضنا ولا حتى نحكي كلمتين؟ لك شو صاير لهالفترة؟ ما بعرف، صدقني حتى أنا مالي فهمان شي، بس عن جد هالبنت جنت على الآخر، ما عاد استوعبت تصرفاتها. وكمان هي علقت مع نسرين، نسرين الدكتورة اللي معي، تخيل بتغار منها، ما عاد استرجيت اتطلع فيها، وكله بسبب لميس، بس ما بصير المخلوقة زميلتي، مو حلوة بنوب. بس بتعرف شو بدر؟ كأنه قصتي أنا وتولاي أثرت على وضع لميس كمان ما؟ لهيك عم تتصرف بهالطريقة وأنت ماضيك ما أنه سهل كمان. أنت قلت لها كل شي بكل صراحة، ما خبيت شي، واللي فات مات. بعدين أنا مرتي حامل، شو هالحكي هاد؟ معقول اتطلع على غيرها؟ شو شايفني خاين لهالدرجة؟ بس بتعرف؟ طبيعي الموضوع هيك شايفتني هلا لاني مو من عائلتها ومعتبرتني غريب عنهم كمان. لا وقال ما بيقدر يحكي معي مزبوط، بس بيحكي مع نسرين خانهم براحته، سمعته بايدني عم بيقول لها انا ما خرج احمل مسؤوليه عائله ومو عرفان اتصرف، مو عيب عليه؟ شو هالحكي؟ بعرف المره والرجال بيساندوا بعضهم بعد الزواج، بس شوف لما تركتك تلاقي شو صار. خلينا ساكتين. شو هاد بدر؟ ما تقارني فيك بنوب لانه ما كنت مكاني بوقتها. بعدين قلي لنشوف، شو كنت عملت بهيك حالي؟ بلا جنان مرتضى، بعدين ما كان قصدي سيء بنوب، بس أنا تفهمت موقفك، لا تفسر كلامي على كيفك. ليك أخي، تمام خلصنا، تمام، ليك أنا مالي رايح لأي مكان لحتى يرجع عقله لراسة، ولحتى تتحسن على آخر، يعني مثل ما بده. برافو عليك. ماشي. شو يعني رح تضل عندي هلا؟ مو كتير بس ما. كنت عند مرتضى وهو ما رح يترك تولاي، ما رح يتركها بحالة، يعني ما رح يستسلم، لا يعذب حاله
حكيت لاي وهي مصرة على الطلاق منه. الحق معها، شو بدها برجال بيستغل فرصة غيابها؟ صار لهم عمر سوا، ما في شي ما بينحل بالتفاهم. لميس لازم يحكوا. الحكي كان ممكن يصير قبل ما يدخل فيفيان بيناتهم. أقول إن تصبح على خير. وأنت من أهله. طيب يا اولادي حلوين موفقين، انا رايح، ديروا بالكم على عصومي. ها يلا بشوفكم. عمي ذهني ضيقه، شو رايك تروح معنا لعند المديره بالاول؟ ليش؟ لان هي المشرفه على السوق الخيري. ليك عمي، بتعرف بشو عم فكر؟ شو رايك انه انت تصير ولي امرنا؟ اقول ها انا ولي امركم عن جد؟ بصير هيك؟ ايه طبعا، ليش ما بصير؟ ليك اهمال بابا لوين وصل، على اساس هو بده يجيبنا على المدرسه ونسي الموضوع نهائيا. شو بدك بابوك يا بنتي؟ كالعادة ما بيتواجد بمكان إلا بصير فيه مصيبة. منيح ما نو هون، خليه مع تحسين، عم يخططوا لشي مصيبة. يعني ما بعرف، بس أبوكم بيحب المشاكل. ولي أمركم قلتولي. طيب تعوا لنشوف إذا بيمشي الحال. تعوا بابا. أنت شو عم تعمل هون بابا؟ هذا أنت؟ شو عم تعمل هون؟ حضرت المديرة بعرفك أخي حبيبي، وهدول أولادي حبيباتي. أهلا وسهلا يا أولاد، أنتوا عن جد كتير محظوظين أنه عندكم أب مثل السيد فكري. ما فهمت أنت عم تحكي عنا؟ قصدك هاد؟ اتطوعت لشارك بتنظيم السوق، كله كرمالكم حبيباتي الحلوين. والله فكري عن جد أنتوا ما بتعرفوا أبوكم لسه، عمي بيحرق الدنيا كلها كرمالكم وكرمال سعادتكم، بيحرق أحرق. شو صاير معك؟ شو قصتك أنت؟ قولولي على شو ناويين هالمرة هي كمان؟ أكيد في شي من ورا هالقصة أكيد. ذهني أنا تعلمت درسي، خلص ما فيني أبداً أخسر أولادي، ورح أعمل المستحيل كرمال أكسبهم عن طريق السوق الخيري أو شغل المسابح. صدقوني حلال عليك يا عمي، هذا هو الأب الحقيقي. وين حتنام عزيزة؟ أبوك وعمك وتحسين بالبيت، وأنت ناوية تنام بالبنت، والمكان كتير ضيق. كيف؟ بلاقي لها مكان، ما ربينا ببيت فيه 40 غرفة. يعني هلا عم تتمسخري؟ بس شاطره تسمعيني حكي، هذا اللي شاطره فيه مو انا. لا عم سمعك حكي ولا شيء، تمام، بس حاسه انك مليت من مشاكلنا وبدي حلها لحالي بقى. لك الحق علي، ليش لحتى احاول اتفاهم معك؟ اعملي اللي بدك اياه. ليش لا تحكي معي بالوقت اللي فيه عندك رفيقه تحكي معها بكل رياحه؟ روح احكي معها يلا. لميس ما تجنليني، لانه غيرتك هي ما عاد تنطق بنوب، هي بتكون زميلتي بالشغل وطبيعي احكي معها، مفهوم؟ انا ما حكيتك شيء، روح احكي معها، انا رايحه لعند عزيزه فورا. لك انا بعدين مع هالقصة. مرحبا، كيفك دكتور؟ هذا انت؟ مو على اساس اجازة اليوم؟ لا ما اخذت اجازة. حتى كمان بدي اسألك، يعني اذا لسه في مجال فانا حابب اني روح احضر الندوة اليوم، كانت مزبوط؟ هلأ مزبوط. بعد شوي نحن طالعين، بس انا اللي ما فهمته، انت مو على اساس بدك تضل مع عيلتك؟ لا خلص مش الحال، بدبروا حالهم، وكان المفروض اني القي محاضره، يعني لسه العرض قائم. ايه لكان كتير حلو، انا اصلا ما عندي خبره بهالموضوع مثلك، بعطيك الملاحظات وبتلقي المحاضره. حلو، اتفقنا، ممتاز. خلونا نمشي، عندك سياره؟ ايه ليك موجوده. لكان اذا بتطلع انت ونسرين بسيارتك وبتتفقوا مشان المحاضره على الطريق، وانا بلحقكم مع الجروب وبشوفكم هنيك. تمام، رح نمشي. يلا عن اذنكم. مع السلامه دكتور. يلا نمشي. ايه بس لجيب اغراضي، السيارة بالموقف. مو هيك؟ تمام، هنيك بشوفك. ماشي، نتواجه. جميل، مش حالاً وراء التخريج؟ شو الأخبار؟ يي؟ هالمرة هي شو عم تعمل هون؟ لك أنا شو ما عملت؟ أنت بعمرك ما حبيتيني لميس، فما تبرعت بكبدي لرفيتك، مو عاجبك وعم تحكي علي. حبيبتي لميس، أنا مدينة لفيفيان بروحي، كيف بدي أتركها بهالحالة؟ مشان الله يا حبيبتي. أصلاً رايحين لعند خالتي فاطمة مشان ما نعذبكم. عزيزة شو هالحكي اللي عم تحكيها؟ نحن عيلة واحدة، شو نسيتي؟ أنتوا مننا طلعتوا بهالاقتراح؟
لا بس انتو كتار بالبيت، زوجك واخواتك، يعني كيف بده يوسعنا البيت كلنا؟ انسي لزوجي، هو مو موجود. كيف؟ ليش شو صار معكم؟ شو في يا بنت؟ الأفندي صاير عم بيضيق خلقه من مشاكلنا، وصار يشكي همه للي بيسوى واللي ما بيسوى، شكلنا مالنا مطولين مع بعض. يا لميس، بعرف انه انا مالي علاقة، بس لا تواخذيني على هالكلمة يعني. عن جد انتو مشاكلكم ما بتخلص، بتخلصوا من مشكلة بتوقعوا بمشكلة أكبر من اللي قبلها، يعني الرجال معه حق. يعني من حقه يشكي همه للغربة؟ يعني رح تجنني يا زلمة، ما عم بقدر احكي معك كلمتين على بعضهم، وكل ما حاولت رضيها بتيجي بتعصبني بزيادة كمان. فهمنا بدر، بس انت التاني عم تشتكي منا، لأمتى رح تضلوا هيك؟ شو رح تعمل هلا؟ شو رح أعمل؟ رايح المؤتمر، رح غيب يومين هني، بركي بتهدى شوي وبترجع لعقلاتها، بركي بتشتقلي إذا غبت عنا. شو بيعرفني؟ أنا برأيي مو نصيحة إنك تبعد بدر، يكون بعلمك ما فيكن تحلوا مشكلتكن إذا افترقتوا عن بعض. طيب شو بدي ساوي؟ ما عم نقدر نحكي، ما عاد في وسيلة للتواصل بيناتنا بالمرة. مرتضى لك ما عم بيقدر يتحمل يضل معي خمس دقايق بنفس المكان، بده يعني يترك كل شي وراي واطلع أنا وياه ننبسط، وهالشي مستحيل. أنا ما فيني أركض أتسلى معه وأنسى مسؤولياتي، شو بدون يعملوا أخواتي بدوني وقتها؟ بده يسافر وبس. ليكي لميس، بالله عن جد بده يتركك ويسافر؟ معقول؟ ليكي لميس، صدقيني الموضوع ما بده كل هاي العصبية، روقي شوي، هيك حتخربوا علاقتكم. مزبوط يا عمري، والله الزلمة ما في منه. ما تنسي إنه بزمناته نام بالشارع من شانكن وخسر وظيفته كرمالك، نسيتي؟ الحق معه يتعب يا بنتي، هو طلب منك طلب كتير صغير، شو هالمشكلة يعني؟ تعرفي أنا برأيي روحوا انبسطوا مع بعض، أول شي رح تتخانقوا، بعدين بترجعوا بتتصالحوا، بكرة بتخسري وبتندمي وقت ما بيفيدك الندم. معقول أنا مكبرة القصة؟ إيه شوي. ما كان لازم عصب عليه بهالطريقة. طيب ونسرين خانوم شو وضعها؟ خلصنا لميس، انت عم تقولي كانت معه بالجامعة، يعني عادي انه يفضفضوا لبعض. بعدين انت ما تتخيلي قديش بدر بيحبك، ما في داعي احكي اصلا، لانه مستحيل يتركك هيك، يعني مشان شقفة بنت عادية يعني ما بظن يتركك. والله كلامك مزبوط مزبوط، بس انا ما بعرف شو صاير لي هالفترة وليش عم بتصرف هيك. شو بدي اعمل يعني؟ روح معه؟ طبعا يا عمري روحي، ركدي لعنده. اي صح، ركدي. عن جد؟ طيب ماشي، انا رايحة، خلينا نغير جو وبعدين منشوف شو بيصير، مو هيك لازم ساوي؟ ايوه هيك، يلا رايحة، يلا انبسطوا بسرعة. ماشي ركد. شايفة لميس قديشة بنت ظريفة؟ ايه طيبة كتير. يا جماعة الحب أشعر البدن. جميل. على كل إن أنا رايح كمل إجراءات الخروج. بدك الدكتور سامح؟ إيه ليش ماله موجود؟ راح، بدك تشوفي إذا بتلحقي تحت. شكرا. لا شو هالحكي هاد، ما فيني اتراجع، بعدين وعدت الدكتور عاكف بدي القي محاضرة، عيب ما فيني اتراجع خلص. ايه تمام مثل ما بدك، بس ليك لازم تقلها لوين رايح وليش رايح وبعدين روح، بس ما تروح هيك فجأة، فهمان علي؟ ان شاء الله اقدر احكي معها، لانه مثل ما بتعرف مدري شو بصر لها بس تشوفني. لشوف ليك لازم سكر هلا نحن. ايه الله معك، باي مع السلامة. سامح تأخرنا كتير، اطلع بسرعة خلينا نلحق وإلا بيروح علينا المؤتمر. صحيح، انت وين كنتي لهلا؟ قال في مريض بالإسعاف لازم افحصه، لهيك تأخرت. طيب ماشي يلا اطلع. احذري شو، لازم شوف لميس قبل ما امشي. بدك ساعة لتشوفها وتخبرها، نحن خلقة متأخرين، يلا بسرعة يلا. طيب يلا. بالبر ما كان أحسن لإلنا؟ هيك منكسب وقت لنحكي بالمحاضرة، فهمت علي؟
وأكيد ما بتقدر تسوق وتقرا سوا. مزبوط، خليني اتصل بلميس. كأنك مو جايب شي معك، مو هيك؟ شكله فجأة قررت تروح سامح. ايه كل شي صار فجأة، خلص بدبر حالي هنيك بس نوصل. الو. نعم. الو لميس، انا رايح يومين على بورصة، عنا مؤتمر هنيك ولازم كون فيه، فهمتي؟ ما فهمت. تمام ماشي يا روحي، بس ارجع بشوفك. مع مين رايح المؤتمر؟ مع الدكتور عاكف، وفي كتير دكاترة معنا كمان، حتى في معنا دكاترة من برات تركيا، يعني فيك تقولي هاد المؤتمر عالمي. وهلأ مين في جنبك بالسيارة؟ قلتلك حبيبتي دكتور عاكف، قلتلك قبل شوي، شكلك مو مركزة. ايه يعطيكم العافية. تسلمي، ماشي نحكي بعدين يا روحي، يلا سلام. Oh.